Bonjour. كثير اشياء بكون مريت في شخصيتي. هلا بقول لك يمكن فايتر هلا بهالايام، دائما ماما اكتريس، امي كم سا جو سي با جو سي دو مي ريتروفي انكور بلوس مع الوقت ومع العمر ومع التجارب. ام اساسي يعني تكون ام هذا شيء كثير اساسي، خلق صغير شعور الامومه وكبر مع اولادي مع ابني وبنتي. في تضحية، في اهتمام، في مسؤولية كتير كبيرة، وفي كتير حب، حب يعني حب الأم اللي هو ما له نهاية وما له ثمن. كنت خايفة مرعوبة طبعاً. أول مشهد بتذكر أول مشهد عملته كنت عم بنزف، مش قادرة أحكي، مش قادرة أتحرك، وعم جرب مثل قدامهم إنه أنا أم أوكي ما عنديش، بس أنا كنت مرعوبة. وأول فترة كمان بمصر ما كنت أفهم كتير كله، اكيد بفهم مصري بس وقتها يحكوا بسرعه ما افهم وين شو عم بيقولوا، يعني كنت كثير استحي كمان. الدافع رح يكون يمكن دافع غريب اذا بتسمعوه، يمكن كان عم بالي اكسر بشخصيتي شوي التيميديتي، انه تكون مستحية. كان عم بالي جرب عالم ما بقدر اجربه اذا ما كنت بمصر، فوت بكذا كاركتير. هيدا الشيء ما كنت ابدا ابدا اقدر اعيشه اذا كنت بشتغل غير شيء. بكره المونوتونية، يعني ما بحب اشتغل شيء هو ذاته او بذات الطريقه كل يوم، مثلا من 8 ل 5. بحب شوي يكون حره. عدم الخوف، عجبني السؤال، حلوة هالجملة. لبنان كبرتني بطريقة ومصر كبرتني بطريقة تانية، بس بيكملوا بعض. كنت بحاجة يمكن لأكبر بمصر بشغلي بهالطريقة تكون أنا اليوم نور اللي قاعده قدامي عم بحكي، وكان لازم أكبر بلبنان أول فترة تكون عندي الباجاج وعندي الأساس تعرف أشتغل وكون منطلقة وعندي ثقة بحالي وفايتر. بشكر كل حدا بيحبني، بشكر كل حدا بيدعمني،